تجربة التمثيل. بص بلاش نتكلم، ما شاء الله يعني مطربة مذيعة، طيب التمثيل ايه تجربة التمثيل بالنسبة لك؟ التمثيل خلينا نقول انا بمثل من وانا صغيره، يعني من وانا في مسرح المدرسه بقى وكده بدات امثل. بعد ما خرجت من ستار اكاديمي بدات اطلب بقى في كتمثيل كدراما. اوكي عملت مسلسل، 3 مسلسلات. عملت الاول ازمه نسب، كانت زينه اللي بقدم لها تحيه طبعا من خلالك، وهي اللي كانت تحية ليها رشحتني برضو. للدور. بعدها عملت مسلسل كان كوميدي، كان بطولتي انا ومصطفى ابو سريع، واخر تجربه بيتذاع دلوقتي افراح ابليس الجزء الثاني انا برضو مشاركه فيه. ده ما شاء الله، وفي تجربة سينما إن شاء الله ممكن. يعني يمكن بعدين، لسه بقى ما فيش حاجه واضحه.